حقق فيلم أخلاق العبيد إيرادات جيدة جدا في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي، والفيلم من بطولة خالد الصاوي ويسرى اللوزي وسلوى محمد علي وسارة سلامة ومن إخراج أيمن مكرم، وبينافس أخلاق العبيد على إيرادات موسم الربيع ما بين 8 أفلام، ومن بين الأفلام دي فيلم بنك الحظ ومش رايحين في داهية وعندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره إخراج شادي علي ويجعله عامر وتعويذة تور. وأحداث فيلم أخلاق العبيد بتدور في قالب اجتماعي حول رجل الأعمال رضوان الجمال اللي بيجسده خالد الصاوي وبيعيش في الخارج ويعاني من اضطراب نفسي وبيقرر العودة إلى مصر وبيواجه بعض المواقف الصعبة. بعد ما يدمر حياتنا وشغلنا خدامين لمزاجه ودينه جاي دلوقتي يرمينا بطول دراع، فلوسه المتبعزقة في الدنيا دي كلها هتتلم في حجر مين؟ كلهم بيكرهوك يا رضوان. شغل ايه ده اللي تقعد فيه 3 ايام؟ يومين ماشي. ده انت اول راجل يدافع عنه واول واحد يبقى حنين عليه. ما تطمني عليك، انت ايه سلمت النمر ولا لسه شغال؟ لا شغال بس ما بحبش الدوشه. يا واد يا كتروم، قعدت تطبق نظرياتك على ناس غلابه طريق الدنيا الواسعه البرحه تقربوا من النعيم وفجاه استكند يا قذر. انا قررت ان انا اخلص كل واحد من مشاكله والمهم حواليا في مقابل ايه؟ انت الشر اللي جواك مش هيموت. لما لحمك ودمك عملوا كده جت عليا انا جاحد.